المرحله الاولى تاعنا راح تبدا من لي كاريال. هادو لي كاريال كيفاش يعيطوا لهم؟ لي ستوك دارجيل. منا تبدا القصه تاعنا. هاد البلاصه يعيطوا لها كاريال. كاين بزاف انواع تاع اتربه، وهادو اللي راح نخلطوهم مع بعضهم ونصنعوا العجب. هاي كيما انا كيما اي شاب جديد راح يوروني كاع الشركه ويطلعوني على القانون الداخلي تاع الشركه، لي باساج وين نتمشى، لي ماشين، يعرفوني على كلش. وين نروحو من بعدا؟ نروحو لي بوكس. هادو لي بوكس سبيسيالمون باش نحطو فيهم الاتربه تاعنا. كيما على بالنا بلي كاين انواع، هادو لي زالجيري غادي نخلطوهم مع بعضهم باش نروحو نبدو لي زيتاب تاعنا. يتسمى نحتاجو دي بوكس وين جايين في بلاصه واسعه، وين تقدر حتى القروه تاعنا تدخل حتى لداخل وتفرغ، كل واحد تعطيه لا كونتيتي اللي يحتاجها. هادو يعيطوا لهم دي بوكس، كي نحسبوهم راح نلقوا 8، وهذا يدل على اننا عندنا 8 انواع تاع اتربه. غير بشويه بشويه ويبداو يروحوا لي زاباراي تاعهم. هيا حبس حبس حبس، هيا راح راح.